خلاص اذا تبي تتمين عندهم الليله تباتين عندهم ما في مشكله. انا اليوم انام برا البيت. انت ما كانت خطتك ان انا التقي ببنت واحبها وتعطيني امل بالحياه؟ اي طبعا. انا التقيت بهالبنت وحبيتها. بس مو ابتسام. عين منو؟ هي الله يسلمك. ترى شروط انا كاتبهم. السياره تتحط لهم بالعقد. يبا شروط وبورقه بعد. انا ما تزوجت. فوازيه ومعال ملاك ولسته شروط. وانا رفضت. الحين حبيتي خالد ولا من الاول تحبينه؟ ما فهمت. انا ما سبق لي الزواج. وصلت للعمر هذا وما تزوجت. بس حبيت اوريك شلون عيالك كانوا مستانسين وناطرينك. ناطرين امهم ترجع البيت. بس للاسف انت واحده ما تفكر الا بنفسها وبس. نعم خالد. ايش فيك بدريه؟ ما فيني شيء، ليش داق؟ بدريه انا متاكد ان هذا مو اسلوبك. انا عارف. انا متاكد انه في شيء. قولي تحكي. انا ما ادري اللي سويته صح ولا غلط. شلون اهدي عيالي عشان انترنت وخرابيط؟ عيالي اولى. كل اللي سويتي صح. لا تحاتين. ريلك هذا عنده هدف واحد بس، قصده أنه يذلك ويخليك خدامة حق عياله. فهمتي؟ إنزين أنا أبي أقعد مع المحامي رفيجك عشان أفهم شلون أرد عيالي. أوكي ما في مانع. أوديك المحامي وبتقعدين معاه وبتسألينه كل شيء تبينه. بعد تبين؟ أنا ما راح أرتاح لما يكونون عيالي بحضني. بدرية أنا قلتها لك، عيالك بيكونون عندك ان شاء الله. وهذا واحد مني. شكرا استاذ. حبيبي ما قصرت. اهتم بالموضوع الله يخليك. تامر يا خالد. شكرا. حبيبي الله يخليك. السلام عليكم. على فكره انا ما فهمت ولا شيء. تفهمين؟ اصلا احنا بنتزوج. انا عارف ان الزواج هذا راح يخليك ما تاخذين الحضانه، بس احنا راح نرفع قضيه. راح نرفع قضيه علشان نخلي امك هي اللي تاخذ الحضانه. وبكذي راح ترتاحين ويطمن قلبك. خالد انت مينون؟ انا قاعد اكلمك عن عيالي وانت قاعد تكلمني عن زواج؟ اي اكلمك عن الزواج. انا ما صدقت اني لقيتك. اخليك؟ ما راح اخليك. الحين انا حالتي حاله احارب عشان عيالي ومحامي وحالتي وقضيه وانت جاي بكل بساطه زواج؟ سمعيني يا حبيبتي، هذه لاخر مره اقول لك. احنا بنتزوج والحضانه راح تكون عند امك، راح ترتاحين. بس انت ابتسمي. تسمي المفروض تستأنسين اصلا. خلاص انتهى الموضوع اصلا. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمة الله. سلام. هلا خالد. خالد صباحك الخير. هلا. شلونك؟ عساك طيب. اعتذر حق الوالده اني انا ما زرتها مره ثانيه، علشان كذي سويت لها هذا الحلو صب القفشه، ادري فيها تموت عليه. سلم عليها وقول لها ان شاء الله بي ازورها. لحظه. انت من وين تعرفين ام خالد؟ هو؟ لا. هو ما قال لك؟ احنا اهل من زمان وكنا ييران ونلعب مع بعض وكنا متربين مع بعض، حتى زوجته الله يرحمها كانت صديقتي. انت
ايش تبين؟ ايش تبين بالضبط؟ هو ما بي شيء. انتوا يعني رايحين ورادين مع بعض، رايحين ورادين مع بعض، ما قلت لها على علاقتنا من زمان؟ ها؟ انت ليش تزيدين بالكلام؟ ليش هالاضافات هذه اللي ما لها داعي؟ وصون اضافات؟ لحظة لحظة وكتاب الاشعار هذا اللي اعطيتني اياه هم بعد اضافات وكلام؟ هاك ها هو كتاب شعر. انت ليش؟ عموما سلم على خالتي الوالده وود لها صب القفش وان شاء الله اي ازورها الاسبوع الجاي. تفضل. استاذة انا احتاج اجازة لمدة اسبوع كامل. في ولدك بعد؟ مو قلتي لي المرة اللي فاتت طلع ولدك من المستشفى، ايش فيه؟ ابى اروح عند امي وابوي بمكة وبالمرة اسوي عمرة. ليش هم ساكنين هناك؟ اول مرة تقولين السالفة هذه. أستاذة غصون، أنا ولدي عنده متلازمة داون واسمه حسن، وإذا حابة تتكلمين عنه تكلمي عنه بكل احترام. خلصتي فلسفة؟ خلصت. تفضلي. ولدي عنده تفلسفت، أنا ناقصتك. تروين كنت؟ أدري في شيء؟ لا ما فيني شيء. بدرية بدرية السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يبا، شلونك؟ الحمد لله بخير. شلون ابوك؟ شلون اختك؟ الحمد لله كلنا بخير وبصحة. عسى دوم ان شاء الله. ترى انا بخير ويوم شفتك صرت بخير اكثر. تفضل عمي ومبروك ما ياكم، ترى ببعزكم ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، شذوق شذين. مشكوره يا بنتي.
ايش دعوة عمي ما سويت غير الواجب؟ الله يسلمك، بس ليش ما رحتي بيت فارس؟ والله بصراحة عمي ما ادري بيتهم وين، ما عندي العنوان. بسيطة يا بنتي، انا اعطيك اياه. لا ما في داعي، بس اهم شيء بلغهم ان انا جيت ابارك لهم. على راحتك ولا يهمك. الا ما قلت لي عمي ايش سميتوها؟ سميناها غدير، يا حلوها زينها. اي ما شاء الله يا زينه من اسم، لما قلت لي عمي شلون شكلها من تشبه؟ دخلي دخلي الحين اراويك صورها، تفضلي تفضلي. لا ان شاء الله الحين اشوفها. ما شاء الله سويتوا لها البوم. ايه الله يحفظها ان شاء الله. ما شاء الله لا اله الا الله. بذمتك ما تشبه فارس اول ما انولد؟ اي والله نسخه ابوها سبحان الله، نفس الخشم نفس قصه الوي، وايد تشبه ابوها. سامحيني يا بنتي فرحتي بغدور نسيتني ما سالتك ايش تشربين. لا ايش دعوه عمي ما في داعي لا تكلف على نفسك. لا يبا لا كلافه ولا شيء، انت بنتنا دقايق وبيك احلى عصير. شانتي شانتي فارس اسمعني، ابيك الحين تجيني المحل وما بأي اعذار. ايش فيك صاير؟ لا بنتي هناك راح تعرف كل شيء. شفيك بدري يا حد ملاحقك. هي ما هذا خالد، انا بعد ما ابي اشوف رقعه وجهه. هو ليش صاير؟ يما انا متاكده انه هو، لا تفتحين الباب. ايش فيكم؟ صاير؟ ما تفهموني؟ ما ادري والله. هلا يبا. شلونك عمي؟ حياك الله. لو سمحت ابي اشوف بدريه. ما حد جايبه الحمد لله، قاعد نسولف عند الباب. تفضل حياك عمي. بدريه فهمت شيء غلط، حتى ما اعطتني فرصه اني اشرح لها. حقيقه يبا انا ما انا عارف السالفه، حتى جيت بسالها حدتني ودشت داخل. خالتي لو سمحتي لو سمحتي حاولي تقنعينها انت، لازم اشرح لها وجهه نظري. ان شاء الله. لو سمحتي. ان شاء الله. ثواني. تفضلي تفضلي، انت ولدنا متخلي. حياك حياك. تفضل عمي. عمي انا اسف اني جيت بوقت
مو مناسب جدا، بس انا ضروري ما راح اطلع من هنا الا لما اكلمها لو سمحت. لا تحات يبا، انت ولدنا من نوفينا وفعلك، ما ان شاء الله ما يصير للخير وفعلك. بس اعذرني ولدي، مو راضيه. استاذ خالد انا اقول يبا اطها وقت شويه وان شاء الله كل شيء ينحل. لا تحاتي، لا تحاتي يبا. حصل خير. السلام عليكم. حياك الله. صاير فهميني. علمي علمك، ما قالت ولا شيء. خلو روح اشوفها. ابتسام خير، ايش فيك؟ شنو هذا؟ ايش فيك ساكت تحكي هذا؟ انت وفهد، شو اللي جمعكم مع بعض؟ راح افهمك، اهدي، بقول لك كل شيء، اهدي. هديت، تحكي. فهد رفيجي، وكان وياي بالجامعه. فهد من 3 سنين حاشته حاله اكتئاب. والحاله هذه كانت وايد قويه عليه. انعزل عن الناس كلها. وصار قاعد بالغرفة بروحه. بدأ برحلة العلاج. وبالوقت هذا الدكتور نصحه، قال له ليش ما تشتغل وتعتمد على نفسك؟ وأنا بيني وبينك يبالي المحل. قلت ليش مو فهد يشتغل غير أنا؟ وياه اشتغل فهد. وبيني وبينك فهد من اشتغل تغير. تغير وايد. وصار أحسن من أول بوايد. حبوب الاكتئاب ما قام ياخذها. اوكي. انت ليش ما قلت لي؟ شو اقول لك يا ابتسام؟ خفت انك ما ترضين. ترى فهد ولد عائله ولد ناس، مو ناقصه شيء. انا خفت انك تدرين وما ترضين انه يشتغل وياك. ابتسام، مثل ما موضوعك يهمني، هم فهد موضوعه يهمني. اوكي. زين ترى فهد صار له فترة ما قاعد يداوم، تعرف ليش؟ والله يمكن درى انك انت كشفت الموضوع، او يمكن تحسن وصار وضعه احسن. انا بصراحة ما ادري، وصدقيني لو دريت بيا اقول لك. خليتني هني بروحي. زين
أوديش دارج؟ يوديني. شوي شوي. ديري بالك. شوي شوي. تعالي. شنو بعد؟ شنو يمه؟ ابي اتسبح. يمه شنو تسبحين؟ توك مسوي العمليه الدكتور يقول مو زين حقك الماي. شلون يعني؟ اقعد بالاخياس؟ ابي اتسبح. يمه يا حبيبتي صدقيني مو زين لك. قلت لك ابي اتسبح، ايش فيك انتي؟ صبر بس ساعديني انتي شوي. صبر ليش اسوي؟ نتيجة تحليل السكر بتاعتك ممتازة، بس عايزين نحافظ على الوزن، نحافظ على الأكل، وبإذن الله مش هيرتفع. صباح الخير. صباح النور. أقول صاير ليش زعلان على خالد؟ ما تكفين أنا ما أبي أسمع اسم هالخالد بالبيت. اعتبريه مات. ليش؟ صاير لهالدرجة زعلانة من شنو؟ ما أقولك أنا ما أبي أسمع طارية. إنسان متناقض يقول لي بتزوجك وخاش عني وايد أشياء. يبي يتزوجك؟ وهو هذا كلامه. بس أنا أشوف أفعال عكس كذي. أنت متأكدة؟ هو قال لك يبي يتزوجك؟ ما أنسي أنسي الموضوع. عشان كذي ما رديتي حق فواز وخليتي عيالك المساكين. يما أنا ما رضيت أرد حق فواز. قدامك أنا وافقت ويا بالملة وآخر شيء صدمنا بالشروط. يما الله يخليك خليني أنا راسي عورني. أنا بقول لك شيء واحد وبعدها بخليك. ترى لا خالد ولا عشرة منه بيعوضونك عن ظفر واحد من عيالك. وبوك الفرحان بخالد ليش إن فواز تزوجش غصباً عنه؟ سالفة عناد. أنا مو هامني أحد غير هالعيال اللي بيضيعون بسبة عنادكم. بس سكتوا شوي بس. ها خير ايش تبين؟ انا سويت. لا لا الحين ما سويت شيء. سكر التليفون انت الحين وانا بدق عليها. شنو شناطر؟ مره عشت سنين معاها وعندك ثلاث عيال منها منت عارف تلين راسها. انت ليش تحنين؟ خلاص قاعد اقول لك سكر التليفون وانا بدق عليها الحين. خلاص روح لها. اشتر ورد، مجوهرات، الماس، حاول ترضيها تلين راسها باي شيء. وايش دعوه؟ اشتري لها بيت بعد مره واحده. انت طلعي من الموضوع خليني انا اتصرف.
يلا يلا باي. اوكي يلا باي. غبي بيضيع فرصته ويضيع كل شيء من دينا. غبي. نعم فواز. نعم الله عليك. بصراحة ماكو يعني جيت قلت يمكن تغيرتي رأيك ودش تريدين البيت حق عيالك. أنا بالأول إذا ما رديت بشروطك فالحين حتى لو من غير شروط ماني رادة. زين تعالي تعالي خلينا قاعد نتفاهم. تعالي. نعم نتفاهم؟ ليش إحنا بيننا تفاهم؟ إحنا بيننا كلام؟ إحنا بيننا محاكم؟ نسيت كلامك؟ إيش دعوة؟ كلامي كله ما تذكرتي فيه لهالشيء؟ ترى أنا بيني وبينك وايد فيه كلام حلو، وايد بيننا أشياء زينة. تذكري فرحتنا بعيالنا، تذكري العشرة اللي بيني وبينك. ترى أنا مو لهالدرجة سيء. ليش كذي قلبك صاير كذي قاسي؟ ليش؟ لا أنا أتذكر زين. أتذكر كل ليلة تهدني فيها وتروح تسهر مع ربعك. أتذكر سفراتك وياهم. أتذكر إنك حاطني خدامة ببيتك عشان عيالك. أنت فواز واحد مريض. أنت ما تبي زوجة. أنت تبي خادمة. هشو أعطيتك شوي قمتي تخورينها بالحكي. الحين تبي تردين بيتك ولا لا؟ لا. بالطقاق عاد عساك ما رديتي. عندي يدي. ثم لحظة العصير. خل بنتك تشربه. شو صاير بعد؟ وين رايحين مو تلحقينه؟ يما الحقه؟ لو بلحقه كان ما رفضته. انا صراحه اقتنيت بشم هوا. مو نزاح. الحين بهالوقت؟ لا حول ولا قوة الا بالله، استغفر الله. ما شاء الله كويتي؟ ايه. اوكي. قاعد أشوف إنك دارس وجامعي. أوكي بس الراتب اللي عندي مو أكثر من 200 دينار. إيه وايد زين. يعني أوكي مناسب لك؟ إيه مناسب الحمد لله. أصير السولف لي تقول لي يعني والد وين يشتغل؟ بالبيت يعني إخوانك خواتك يعني سولف لي شوية. فيني من الإجابة على السؤال الله يخليك. خالد؟ إيه خالد كيف مخترعًا؟ خالد اللي لا يمكن تقدرين تنحاشين منه أبد. والشيء الثاني اللي أنا متأكد منه ليش انتي تحبيني؟ ايه 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 لا تكابرين. يحب هذا اللي تتكلم عنه وانت خاش عني سوالف وايد، شنو شايفني قدامك انا مدمغه؟ انا بخاش عني شيء؟ ايه غصون يعني هذه سالفه اخش عن بدريه بدريه كبري مخك. اصلا ما في سالفه وماكو شيء يستاهل اني انا اقول لك سالفه غصون. اصلا ماكو موضوع. وش سالفه انها زارت امك؟ ايه معك حق. غصون نومة جت بالدوام وقالت لي أبي أشوفك عقب الدوام ولزكت وإلا إلا أروح وياك وأشوف أمك. تدرين ليش؟ ليش؟ والله شيء يضحك. تقول لنا حلمان أبوها الله يرحمها جايتها بالحلم وقالت لها أمانة تروحين تسلمين على أم خالد. هذا يعني إذا تسمعين هالسالفة تقولين هذه إنسانة طبيعية؟ هذه إنسانة كذي ترى ها؟ الحمد لله والشكر.
لا الحمد لله والشكر، صدق مو صاحية. إيه طبعاً مو صاحية. أنت ما تذكرين أول ما جيت وداومت عندكم إيش سويت؟ كل شيء تغير فيها 180 درجة. لبسها، مكياجها، حركتها، مشيتها، كل هذا علشان شنو؟ علشان بس شيء واحد. هي متعودة من زمان، ثيرني علشان بس أعطف عليها، أساعدها، هي تحب كذي. هذه غصون. شلون يعني؟ أنا ما فهمت، شلون تعطف عليها؟ أنا فهمك. إحنا لما كنا صغار بالفريج، تعرفين شنو ينادونها اليهال؟ يركضون وراها ويصارفون عليها؟ يقولون لها الشيفة. إي يقولون لها الشيفة. ما كان أحد يقعد ويا معاه، ما كان أحد أصلاً يطلب بيها. أنا بس كنت أقعد وياها وأسولف معاها وأخذ بخاطرها، بس مسألة إنها هي تأخذ الموضوع وتفسر على كيفها، هذه مشكلتها هي، مو مشكلتي أنا. إنزين، ما علي. وشنو سالفة الكتاب؟ طلعت شاعر وأنا ما أدري؟ صدقك أنت؟ لا هذه كذبة عيني عينك. أنا أحبها علشان أعطيها كتاب أشعار. المرة محتفظة بالكتاب، تقول أنت معطيها إياه من 20 سنة. إيه الحين تذكرت، الحين تذكرت. هذه نوبة، أنا الله يرحمه أخوها راشد، كنت متسلف منها كتاب أشعار وحب، تدري يا شباب، حبيت أرده فما قدرت أعطيها حقهم. هاي لقيت منه غصون، قلت لها لو سمحت يا غصون، هذا كتاب راشد أخوك الله يرحمه، أمانة. إيه أنا الحين متأكد، الحين تأكدت، بس محتفظة بالكتاب 20 سنة؟ لا هذه مينونة رسمي، هذه كذي يعني. الحين غصون هي مألفة كل هالسالفة؟ أكيد 100%. وهدفها شنو؟ هدفها أن تفرقنا بس، ما تبي تشوفنا مع بعض، ما تبي تشوفنا مع بعض. لو بتزوج بعد هذا كله شعلة الغيرة عندها، الغيرة والحسد. وأنا شنو يضمن أن كلامك هو اللي صح؟ أنا كلامي حبي لك، حبي لك الصجي، هذا مو قشمرة. أنا ما قاعد أتقشمر وياك، أنا ماني صغير عشان أتقشمر وياك. بدرية أصحي، أنا أبي أشيل معاي، أبي أكون يمك، أبي أكمل حياتي معاك، أبي أشيل كل شيء مر بحياتك مو حلو، أبي أزهيه، أبي ألونه، أبي أعيش أحسن عيشة. أنا بس أبي شيء واحد، نيش توافقين؟ بس أوافق على شنو؟ باي باي بيبي. آدم كم بيبي كم 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 كنتي تقول كم 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 بيبي. Wait okay. We go eat ice cream. لا بس السحر ريحته فايحة، ريحته فايحة. فعلى شنو تضحكون بس؟ عفية خلق لكم من الصبح على الضحك، ضحكونا وياكم شنو؟ لا بس بدرية قالت نكتة حلوة عشان كذي ضحكنا. لا وبدرية تعرف تنكت أصلا؟ ليش شفيني ما عرف أنكت؟ وانتي على شنو تضحكين والله؟ كل البلا فيك وكل الأمراض فيك، ليش تضحكين؟ بدال ما تشجعين المرأة وتقولي لها عفية عليك زين تسوين نازلة 3 كيلو. لا وش كثر باجي لك على الوزن المثالي؟ 300. غصون كفاية، تكفين كفاية.
ما صارت هذا عاد؟ طايحة بالعالم يمين وشمال من غير ما حد يحاسبك ولا حد يقول لك شيء؟ المرة فيها سكر، احنا قاعدين نحاول ننصحها ونشد من أزرها بس. وبعدين انت لمتى؟ ما عندك شيء غير الاستهزاء؟ ما عندك شيء غير السخرية؟ بلى عندي. هذه إنسانة مو طبيعية. طبيعي ما يسوي كذي. لا ما يسوي كذي. أنا راويك شو سوي فيك يا خالد. أنا راويك.